بالعيد بويميد الله يرحمه ويوسع عليه كان راب بريزيدون، كان رجلا ورجاله قليل، لانه كان عنده واحد المستوى كبير اخلاقيا ومهنيا، لغه جميله، طريقه اللي متميزه في طرح الاسئله، قيدوم صحفي المغاربه اللي بالنسبه ليا دائما ما كان كيعطي الاضافه. كنت كنستمتع بالكرونيك ديالو الاخرين في راديو مارس، ودائما ما كنت كنقرا المقالات ديالو. ملي كنت صحفي رياضي كان بين الناس اللي كيثيروا الانتباه ديالي وكيعجبوني، وكنقول شي نهار ان شاء الله نكون صحفي كبير في حال. الله يرحمه ويوسع عليه، ونتمنى الصبر لعائلته ان شاء الله، وديما كاميرا بريزيدون يبقى حاضر في الاذهان.